شو نوع هذا العسل؟ هذا الزيب وشوح من شويك. من وين بتقصصه؟ هاد الأموعة. من الأموعة. وعندي طبعا عندي عسل بتجعفر حط بالمنطقة فوق كمان، وحط بحريق مشمش، كان سيما بحريق مشمش عليه عليه. انت عندك هواية العسل يعني؟ انت كيف؟ انا شغلتي من صار شيء 25 30 سنة بنشتغل فيها. كم نوع عسل فيه موجود؟ كل منطقة عندها عسلة، يعني الساحل له عسل ليمون انت كم نوع عسل بتعمل؟ انا عندي هلا شيء 4. شو هن؟ عندي الليمون، عندي الزيب وشوح، عندي السنديان وزعتر، واشوك برية. شو هن افضل نوعان عسل عندك؟ الاكل ذوق، انت شو بتحب تاكل ناطي. طيب هلا شو حنعمل هون؟ هلا هون كنا بدنا نعصرهم، بندورها هيك. فيك تشيلنا وحده من المعروف؟ فيك تشيل وحده لنشوفها من المعروف؟ يلا مثلا هيدا. ايه هيدا العسل مخده، شفتوا؟ هيدا على الميلتين مخده. شو مختم يعني؟ شو بتقصد يعني بكلمة مخده؟ له هيدا الوجه اللي بحافظ على العسل من سنين لسنه. وهيدا هون ليك هيدا هذا شلنا الوجه تبعه لحتى يطلع العسل من بيته، على قوة البرمة بيطلع العسل من بيته، لأن إذا ما شلنا له هذا الوجه ما بيطلع العسل. إذا العالم حبت تشتري من عندك عسل، أنت وين موجودة؟ وين عنوانك؟ والله عنواني هون برحبي بس. أول نوع شو حترجينا إياه؟ هذا خبز. شو هو؟ هذا البرميل. برميل شو هذا؟ لتحفظ فيه بقلبه للعسل؟ إيه نعم، هذا خلص خلص. هذا بعد فيه هذا. وهي 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 كل عسل منطق. اوكي هذا نوع العسل، شو في بقلبه هذا؟ هلا بعبي له وبشوف كل بتفرق للطعم واللون شوي. ما في مشكله، نحن من قد ما فينا بنحاول ما مش العسل ما يلعب بالايد، ما تقرب الايد. سميك اسم الله هذا. هذا شو نوعه هذا؟ هذا الشغل البتجعفر بيلحق سنديان. اسم الله. مثلا هيدا تفتح لنا يعمل معروف. يلا لحظة خلينا نشوف هذا النوع شو اسمه. هيدا السنديان وزعتر. سنديان وزعتر بيجي غامق. هلا شو النوع الثاني اللي حتأرجينا اياه؟ يلا هيدا فاتح من منطقة ال هيدا شو هيدا؟ هيدا ال الزيب. هذا افتح شوي. افتح شوي نعم، وحتى تختلف الطعمه. هذا لانه منذ شو الفرق بين الطعمتين؟ حسب ما يرعى النحل تعطيك تعطيك النكهه والطعم. ليك هيدا برميشي. انا العسل الحلو بالعسل لتطعم الانتاج منيح بدك تكون كل منطقه حط عسل لحوله برميل لحوله. طيب سؤال صغير. نعم تفضل. كيف تعرف العسل اذا اصلي ولا لا؟ كيف تفحصه؟ اها في عدة طرق، بس انا ما بقيم لا ولا وحده. اوكي. لان بهالايام صاروا ما يغشوا البني ادم، ما يغشوا. اعطيني طريقه وحده بعرفه انا من سميك ايه والطعمه والنكهه. اوكي كيف يعني؟ انا كمشاهد كيف بدك تقنعني انه هذا اصلي؟ هلا ها بيقول ما بيقطش لايك كيف يعني. اوكي بينما الاشواك اجباري بيكون جامد. اوكي لك كيف ما ينزل على الاخر مثل الخيط كيف بينزل على بعضه ولزج. اوكي صرت مأرجين انا وعين. شو هن اللي بعد الاثنين الموجودين عندك؟ شو هن؟ يلا شو هذا اللي جامد خبرنا. هذا عسل ليمون، زهرة الليمون. هذا الشغل الساحي لك بلش يرتخي شوي بالشوب. ارجيني اياه شوي قرب على الكاميرا. بالشوب بيرتخي لانه هلا نحن خبرني كيف ينعمل هذا؟ من ليمون؟ زهرة الليمون. زهرة الليمون بحطوا على الساحل اوكي بستان الليمون. نحل بجيب من الليمون وبيحط لك عسل بيطلع هذا اللون هذا الطعم. اوكي ده نسبة السكر في هذا؟ بيقولوا هذا في شوي سكر زيادة عن هيداك. السكر بس فيتامين سي اكثر، في نسبة فيتامين سي اكثر من هيداك. اوكي لانه من زهره الليمون الحمضيات يعني. بحط بالبيت للاولاد 3-4 انواع عسل كل مره ياكلوا من الطعمه. شو هو النوع الاخير العسل بدك تأرجينا اياه؟ بدي اعبي لك اياه. هلا عبينا من الغامي من منطقه، هي من منطقه وهيدا من منطقه وهي من منطقه.
هذا الأطبي لجلد العيلة. هذا أعطيه غامق شوي. حسيته لونه قريب أول واحد. ولا بس لا. تختلف الطعم صحيح، بس تختلف الطعم. شو الطعم؟ طعم شوي ده. هذا اخذ ملعقة وسنديان كتير. بس سنديان بقلبه. ايه. ما في بقلبه زعتر مثل هذا. بلا زعتر. نفس الشيء نفس أول واحد. بس غير منطقة يعني غير. يعني نكهة العسل تختلف بين منطقة ومنطقة. أكيد. شو السبب؟ أكيد. شو السبب طيب؟ سبحان الله، حسب النحلة شو بتجيب نكهة العسل. أنت شو بتجيب هي أي طعمة؟ فهلا شو بدك كم لون كم طعمة؟ أنا برأيي رجعتي ثلاث أصناف لأنه واحدة. طيب. هلا هيدا مثل هيدا تقريبا مثله بس هو مش مثلي. هلا إذا بدوق هيدا هيدا صح يقرب لبعض بس من زيت الطعمة. نشوفه هي زبدة العسل. إيه. أوكي. بيعمل وجه. هيدا نوع العسل شو اسمه؟ هيدا أشويك بس أشويك لكن. بيع مثل الكراميل. إيه نعم هيدا بيج مثل السمنة. إيه. إيه وبالشو بلش يرتخي. هلا هيدا كان رخو شوي بلش. يعني بس بيضلوا جيمي كان جيمي مثل السنة كان. هلا المشاهدين كان عم يحضروا كل انواع العسل، خبرنا شوي عن الاسعار. اقل شيء هذا تبع 12 13 دولار الليمون، وهذا هذا الليمون 12 دولار. اوكي. وهذا 13 وهذا 15 سنديان وزعتر واشويك 15 دولار. هذا سعر انت بتوصل يعني. لكل المناطق اللبنانيه تقريبا. ايه نعم. شو غذاء الملكة؟ الفرنسي بيقولوا هذا اسمه غذاء الملكة بالعربي. اوكي. جيلي رويال بيقولوا بالفرنسي. هذا خصوصي لاكل للملكة. هذا بتفوت على الانترنت بتعرف قديش فيه افادة. هذا البولان بس انا بستخرجه بغير طريقة، يعني غير نشاف. هذا مثل هيدا بس انا بستخرجه بغير طريقة. اوكي. يعني انا بشيله من القرص اللي بشهده وبشيله هيك بالملعب البولان وبحطه هون. شو الفرق بين هذا وهذا؟ هيدا بحسه انه خام وشغله اصعب شوي بس اهم من هذا. هيدا مثلا ليك انا خلطهم. هيدا غذاء ملكي مع عسل مع شوية بولا مع هيدا. مع انه كانوا بالفريزر ما كانوا مجمدي. ايه لانه هيدا العسل انت حطت له اياه من بولا. اوكي. بولا وعسل من هذا بتحطهم بالفريزر. لكن هذا كيف مجمد؟ البولا مجمد وغذاء الملكي مجمد. اجباري هذا بده يضل بالفريز. اذا واحد بده ياكل منه نتفي بضل بالفريز. قد ايه حق الجرام من هذا البولان؟ هذا والله انا للحقيقه ما ببيعه، هذا بخليه لنا. بس تقريبا اذا بدك تبيع منه قد ايه حق الجرام منه؟ بولان دولار. اوكي. هذا الغذاء الملكي شو بدنا فيه؟ هات لحط لك منه هذا. اوكي. يعني بيجي بيشتري من عندك عسل. يا معلم. بيجي معه عارف كيف سبيشل هذا العسل. ايه نعم. ايه اوكي. هذا شو عم تحط له هلا؟ هذا غذاء الملكه. هذا الجرام دولارين. الجرام دولارين. ايه نعم. يعني هلا انا حطيت لك كل صحتين. يعطيك الصحه. هذا لازم نحط بالفريز بالبرود سوري. ايه اوكي. انتم بتخلطوا عزار. ايه انا بخلطهم هلا بالبيت. تشيله وبتحطه بشيله وحطه كذا مره. اوكي. هذا عسل اكسترا بيقولوا له هذا. صحيح. يعني اي حدا بده يطلب من هالنوع العسل اللي عندك بيتواصل معك. صحيح. كيف بيتواصلوا معي؟ على رقم تليفونه 71 209 700. قول باي للمشاهدين. باي. اهلا وسهلا تشرفنا. بتعرفي انه النحل بيجيب شيء اسمه غبار الزهر لهيدا؟ هو جماعة النحالين هن بياكلوه بس ما بيبيعوا لحدا. هاي شوف الاشي. شفتي شو هيدا؟ غبار الورد الزهر. العسل شهده. تعال شوف.